السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت. معاكم مهندس احمد الرحمن رياض في درس جديد ومحاضرة جديدة من محاضرات ادوبي افتر افكتس. يمكن احنا في رمضان ان شاء الله نتوجه او انا شخصيا اتوجه بالمحاضرات بتاعتي للمبتدئين. يعني احنا قدمنا حاجات محترفة كتير، قدمنا حاجات دروس للمستوى المتوسط، لكن المبتدئين كان نصيبهم معانا الى حد ما قليل شوية، فقررت ان انا ابدأ في رمضان ده بشوية حاجات كده للمبتدئين. نبدأها بحاجة بسيطة قوي زي اللي انتوا شايفينها او اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دي، ونبدأ ناخد او نعلى بيها شوية شوية. يعني النهاردة هنعمل حاجة مبسطة جدا لازاي ان احنا نقدر نعمل ووتر زي الووتر اللي قدامكم دي، ازاي ان احنا نقدر نعمل الماونتنز اللي ورا دي، حاجات بسيطة قوي. ازاي ان احنا نقدر نعمل الفلير اللي بيطير معاه الورود والكلام ده كله، يعني شوية حاجات كويسة يا رب بس تعجبكم ان شاء الله. تعالوا الاول نبدأ بروجكت جديد. استأذنكم بس في هنا ماسك عشان انا ما اقعدش ارسم تاني. تمام، انا هاخد هاخد الماسك ده بس كنترول سي وهروح لفايل نيو بروجكت وهعمل كنترول ان علشان اخد كومب جديده وهسمي الكومب دي اللي هي مين كومب. بعد كده هبدا اعمل اول حاجه الماونتنز او الجبال اللي كانت ورا. هروح للاير نيو سوليد وهسمي السوليد دي ماونتنز. طبعا انا من شويه خدت ماسك، تمام، هحط الماسك ده كنترول في. طبعا الماسك ده هيديني شكل الماونتنز بس عشان مجرب بس ان انا عشان ما اقعدش ارسمه تاني من اول وجديد. طبعا هيلف، انا عايز اخده كنترول شيفت المنظر كده و هاخده لتحت بالشكل ده. شويه بس تعديل بسيط في الفيرتكس او في النقط علشان نظبط الدنيا مش فيها مشاكل، مش مشاكل بس انا هروح ل add vertex tool واحط vertex هنا كده وهمسك الفيرتكس دي وارفعها او ارفع الفيرتكس نفسها يعني لفوق شويه بس بحيث يبقى فيه زي ايدج هنا كده. ده بالنسبه للماونت. طبعا اترسمت بالبين تول او انا رسمتها بالبين تول. تعالوا للماونتن نفسه واروح للاير سوليد سيتنجز او بلاش سوليد سيتنجز، تعالوا نروح لفيل وهحط لون مش اسود، يعني انا مش عايزه اسود بقدر ما هو لون الى حد ما في درجه الكحلي. بعد كده كنترول واي واسمي دي بي جي او باك جراوند وهروح بعد كده للرامب اللي انا عايز احط تدريج. هاخد الغامق من نفس الدرجه دي واخد الفاتح، تمام، برضو من نفس العائله، يعني مش هنروح بعيد بالشكل ده كده. اجي بعد كده للجامع اللي انتوا شفتوه. الجامع ده على فكره ملف فوتوشوب انا كنت جايبه من الستريتور. هروح استقبل الملف او اخد الملف ماسك اوبن. طبعا هيقول لي اما ميرجد لاير او تشوز لاير، انا مش عايز اخد لاير، انا عايز اعمل ميرجد لاير، لان لو اخترت كومبوزيشن هيديني اللايرز مفكوكه هنا برضو، لكن انا مش عايز كده، انا عايزها كلها ميرجد لاير على بعضها. هعمل اوكي واخد الموسك تحت الماونتنز اس عشان اجيب سكيل واصغرها زي ما انا عايز. طبعا هي محتاجه انها تكبر شويه وهطلعها هنا بالشكل ده. طبعا الدنيا هنا عايزه تتظبط شويه، عايز اخلي ده طبعا واخد نفس اللون بتاع ده. تعالوا نخلي ده جامع منور. طبعا انا ما عملتهاش في الاصل بس عايز اعملها هنا كده. جرب لو انا خدت الموسك كنترول شيفت سي سميت دي موسك. بالمناسبه انا مش عارف موسك انا كاتبها صح ولا غلط، بس اعتقد انها غلط في الحته دي. عامة هروح هنا كده. انا عايز طبعا اشيل
اللون ده، عايز اشيل اللون ده. هو اللون ده انا مش عارف الار والجي والبي بتاعه كام، هو عامة مش اسود. كل الموضوع ان انا عايز اسيب الابيض واشيل اللون ده. طب ما تيجوا نعمل ويندو ونجيب الانفو. فين الانفو؟ نجيب الانفو. اللون ده 35 31 32 35 31 32. طيب تمام، تعالوا كده. اول حاجة تعالوا نحط شانل كومباينر. شانل كومباينر ده احلى حاجة فيه انه بيشيل لون ويحل لون تاني محله، او بيعمل ريماب للون من لون للون تاني او من قناة لقناة تاني. القصة هنا انا عندي اللون ده القيمة بتاعته اكبر من اللون الابيض، او اقل من اكبر من اللون الابيض. طبعا اكبر عنده يعني ماكس، ماكس ار جي بي. لو انا قلت له فروم ماكس ار جي بي يعني هات لي اللون الغامق اللي عندك حط لي مكانه الفا. بصوا كده، خلي بالك هو ما راحش. بصوا كده هو لسه موجود، هو لسه موجود. بصوا لو عملت انفرت هيعكس الموضوع، فانا هخليه بالشكل ده. طب انا عايز اضيعه خالص، عاوز اضيعه خالص. ثواني بس نفتكر مع بعض، نفتكر مع بعض اللون ده عشان انا نسيته بصراحه. الانفو 35 31 32 تمام. طيب لو انا رحت حتى جبت ويندو انفو تاني بالظبط نفس الموضوع. حلو قوي. طب انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا عندي افكت تاني بيعمل ريموف للكلر اللي باقي من التشانل كومباينر، اسمه ريموف كلر ماتنج. ريموف كلر ماتنج اصلا هو اتحط، بس برضه هو ما راحش اهو، لسه كل ده ما راحش. طب ده دور بقى اللي انا بتكلم عليه. ادي 35 31 32 واعمل اوكي. لو انا رحت للمين هلاقيه راح. هو الى حد ما باين بس يعني مقبول، يعني ينفع، يعني ينفع تشتغل، ينفع تشتغل عليه، مفيش اي مشكله. طب تعالوا بقى للموسك ده ونروح هنا نحط جلو. لو رجعنا للمين تمام وكبرنا الريديس بتاعه جلو مثلا كده، وخلينا الثريشولد قليل بحيث يبقى احس فعلا ان هو ضوء. مبدئيا لازم احول البروجكت ل 32 بت. طبعا 32 بت عشان يدي يدي جلو احسن. طب ازوده كده، عايز بس اعمل الادابتيف سوليوشن خليه كده، والريديس نكبره، اروح للمين تمام بحيث الاقيه بالشكل ده كده. لو رحت للموسك تاني وقللت ثريشولد هينور قوي، والريديس اقلله تمام. ثريشولد ازوده يعني لغايه ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. بعد كده بدل ما اقول له اوريجينال كلر لا هقول له ايه وبي كلرز. هروح للكلر ايه واحطه كده مثلا، واروح للكلر بي واحطه مثلا حاجه كده مثلا، حاجه بالشكل ده كده. لو انا حتى قبل الكلام ده كله او قبل ما احط الجلو حطيت فيل قبل الجلو مش بعده تمام، وخليت الفيل ده لون اصفر شويه. اعتقد ان انا هحط ده بعد ده
واخد ده كده. انا بس اللي عملته انا شلت الفل تمام وظبطت الجلو مش اكتر من كده عشان يبقى بالشكل ده. تعالوا بقى، كل اللي انا عايزه عايز دي تمام ترجع تاني زي ما هي. ممكن اخد دوبلكيت من دي، هسميها مات، واعمل كنترول دي من مات وهسميها مات انفيرتد. دبل كليك هشيل الجلو، مش عايز الجلو، كل ما في موضوع اعمل انفيرت للكلر بس مش اكتر من كده. ارجع للمين واخد الانفيرتد احطها فوقهم بالشكل ده كده. بس عايز عايز اظبطها شويه تمام. تعالوا نشيل التشانل كومباينر، مش محتاجه انا في الموضوع ده، والكلر ماتنج برضو مش محتاجه في الموضوع ده، ارجعها زي ما هي خالص. واحد يقول لي طب ايه الحكمه انك انت حطيتها في بريكوب، بقول له عشان لو انا عايز احط مثلا حاجه زي الفيل تمام واخلي الكلر بتاعها مختلف مثلا، حاجه فيها اختلاف شويه تمام. نقفل بقى دي، الاقيها بالمنظر كده. اعتقد احطها ورا بالشكل ده كده. نقفل بقى الانفو لانها مضايقاني بصراحه. لو انا خدت الاثنين دول ضغطت على اس ودي اس وجيت عملت الت كليك على السكيل وسحبته مع السكيل ده، بحيث ان انا لو اشتغلت على الاس او السكيل بتاع دي كده تمام الدنيا كلها تظبط معايا مبقاش فيها مشكله. طبعا واحد يقول لي طب لو انا عايز اعمل فتحات في القبه، اقول له اعملها انت بقى، يعني انت بالبين تول اشتغل انت براحتك. فاضل بقى ان انا ابدا اخد او اعمل الميه الووتر اللي انت شفته. تعالوا الووتر دي نعمل لها كومب جديده ونسميها ووتر بيز، واروح للاير نيو سوليد خليها زي ما هي مش تفرق، واروح بعد كده لفراك فراكتال نويز. خلي زي ما هو، نقلب السوليد 3D روتيشن 72 ننزله تحت. ممكن بدل ما تعمل سكيل وتتعب دماغك ممكن اروح ل افكتس موشن تايل، ده بيعمل تايلنج للويدث والهايت، واخلي ده مثلا وليكن 150 واخلي ده مثلا وليكن 200 عشان انا عايز هايت ورا والقدام بطريقه كبيره. اخلي ده حتى 300 كمان عشان يديني بعد ورا. ممكن اخف شويه الروتيشن كده بس. اجي في السكيل بقى، عايز اظبط السكيل بتاع الميه. يونيفورم طبعا لا، صغر دي حبه بناء على الديتيلز اللي انت عايزها، بناء على الديتيلز اللي انت عايزها. صغر ده كمان شويه، عايز ديتيلز اكتر، خلي ده وليكن 55 او قريبين من بعض، حلوين قوي كده، جميل قوي كده. عايز طبعا احرك كالعاده، هروح للايفولوشن عشان احرك الفراكتال نويز واقول له تايم في مثلا 250، اعمل زيرو عشان نشوف الريندر كده. انا ما عملتش تحريك للطبقه بتاعت الميه نفسها، انا كل اللي عملته عملت تحريك للبيكسلز بتاعت الميه، عارفين زي فوران. انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش انيميت، او انا ما عملتش زق للميه، ما زقتهاش زي ما انتم شايفين كده هي في مكانها. طب انا عايز اخليها تتحرك، تتحرك عندنا، تتحرك عليا انا. عشان تخلي الفراكتال نويز تتحرك، اما انك انت تشتغل على، مش اما ده، انت هتشتغل على الاوفست تيربولنس، لكن اما تشتغل على اكس او على واي. طبعا لو اشتغلت على واي زي الفل، مفيش اي مشكله خالص في التحريك على واي.
وممكن احط طبعا كي فريم هنا واروح للاخر واحط على واي كي فريم تاني. طبعا ممكن اسحب قيمه كبيره قوي كده تمام، فهلاقيها جميله قوي زي الفل و 100. هو ده حل، لكن في حل تاني بصراحه بس ادفانسد شويه، زي ما قلت انا عايز الموضوع يبقى للمبتدئين، ف معلش هعدي مش هقوله. في حل تاني عن طريق الاكسبريشنز، ان انا اخلي او ان انا احرك، انتوا عارفين نفس الاكسبريشن ده اللي هو تايم في رقم معين، هو بنفس الاكسبريشن بس هستخدمه بطريقه تانيه. هفصل الاكس والواي بتوع الاوفست تربلنس. ليه هفصلهم؟ لان اكسبريشن التايم لما بيتكتب بيشتغل على الاثنين، ما بيشتغلش على قيمه واحده، بس انا في حالتي دي عايزه يشتغل على قيمه واحده. لو انتوا خدتوا بالكم في خطوط بتظهر كده بتقطع الفراكتال نويز، ده لان المفروض اجي في الموشن تايل واعمل ميرور للايدجز. في الحاله دي انا مش هلاقي اي خطوط خالص، لا هتقطع الفراكتال نويز من الطروف ولا هتقطع الفراكتال نويز من العرض، لكن برضو قطعته. ليه قطعته؟ لان انا المفروض ارتب افكتاتي، المفروض مش الفراكتال نويز اللي ينزل الاول، المفروض الموشن تايل هو اللي ينزل الاول. في الحاله دي مش هلاقي عندي اي عيوب نهائي في الفراكتال نويز. زي ما انتم شايفين الدنيا ماشيه سموز وزي الفل، مفيش فيها اي مشكلة. عايز تخف السرعة مفيش أي مشاكل، ممكن تقلل الرقم ده، عايز تزودها مفيش برضو أي مشكلة، ممكن أنت تزود الرقم ده زي ما أنت عايز. زي ما أنتم شايفين مفيش أي مشاكل خالص. طب ده كده بالنسبة ليه؟ بالنسبة للووتر، لكن أعتقد لسه الدنيا من هنا ما ظبطتش. طب ايه رايكم عشان تظبط نعمل حاجه، نروح للموشن تايل واروح للويتس اخلي ده 200، اعتقد كده قفلت تمام مفيش مشكله. ولو انا عايز اخلي الحافه في الاخر ما هياش ستريت، ممكن نعمل حاجه حلوه قوي، اما انك انت تعمل ماسك او انك انت تعمل حاجه احسن من الماسك. بس الاول انا فعلا هعمل ماسك، كان المفروض اعمله الصراحه قبل ما احولها، لكن مش مشكله، ممكن اخد ماسك كده ويعمل ماسك بالشكل ده تمام، واخليه سبتراكت، خليه زي ما هو اد، وهضغط اف وهعمل الفيذر بتاعي زي ما انا عايز. ممكن والله بالماسك، ممكن اريح دماغي من الماسك خالص بدل ما نقعد نشتغل شغل ملوش لازمه، هقول له لينير وايب، اسحب لينير وايب واقول له زيرو عشان يبقى القاطع من فوق لتحت. اعتقد انا غلطت، يبقى 180 مش صفر لو انا عملت كده. سنة بس يعني انا لو قلت له مثلا 15، 15 كتير، 10، 5، 1، وجيت على الفيذر عملت فيذر بالشكل ده كده جميل قوي، والميه ماشيه بشكل حلو مفيش مشاكل فيه. لو انا حتى رفعت دي كده عشان اخد ديتيلز اكتر تبقى احسن و100 كده. خلصنا من البيز ووتر او الكومب الاساسيه بتاعت الووتر. عايز بقى ادي الديتيلز بتاع الووتر نفسها. عشان تدي الديتيلز دي المفروض انزل افكت اللي هو سي سي جلاس. سي سي جلاس لو نزل على السوليد بالمنظر ده مش هيشوف الفراكتال نويز، لانه من الافكتات اللي ممكن تاخد مات، لكن عشان يشوفها هروح للسوليد نفسها كنترول شيفت سي موف اول اتريبيوتس، وهسمي دي ووتر مات او ووتر ديتيلز واعمل اوكي. هاخد بعد كده اكتب جلاس، خد سي سي جلاس، اول ما هتنزله طبعا هتشوف فرق.
هروح بقى للهايت، لا مش الهايت اسف، هروح للسيرفس والديسبليسمنت ممكن اقلله حبه. ممكن الهايت، ممكن الهايت ارفعه شويه تمام. والسوفتنس على فكره السوفتنس لما بتزيد تمام الديتيلز بتبقى احسن. طب تعالوا الاول لو احنا رحنا للووتر وجينا حطينا ووتر ديتيلز قدام الماونتنز بس علشان ابقى شايف الدنيا عامله ازاي. بالمناسبه هضطر ان انا فعلا ارفعها لفوق، هضطر ان انا ارفعها لفوق بالمنظر ده، بناء عليه هيبقى الروتيت بالشكل ده. واعمل اوكي، واعمل اوكي عشان تبقى خدت المنظر ده كده. ارجع للووتر ديتيلز بتاعي وابدا ان انا اكمل. المفروض مش هنزل الووتر ديتيلز، انا المفروض الووتر بيز، اسف هاخد الووتر ديتيلز دي من هنا معلش، وانزل الووتر بيز تمام بالشكل ده كده. دي هتروح كمان شويه. لو انا رحت للووتر بيز وهقول لكم على حاجه، احنا هنا عملنا لينير وايب صح؟ طب هنشيل لينير وايب من هنا او هعمل كنترول اكس اخليه معايا احتياطي، سيبه زي ما هو تمام. واجي على الووتر بيز من هنا واقوم رايح هنا واقوم قايل له كنترول في، بس طبعا هنا مش هيبقى واحد بقى، هنا انا هقطع فعلا بس هخلي الفيزر ده وليكن ب 50 مؤقتا. عشان اقطع الحته دي تمام بالشكل ده كده. لو رجعنا تمام نكمل من غير وجع قلب بقى ومن غير خوف. على فكره ده لو قبل ده هيرجعك نفس المشكله عشان نبقى عارفين. بس لو احنا رحنا بعد كده للديسبليسمنت، رفعنا الديسبليس عشان هياخد طبعا شويه ديتيلز، السوفتنس ازوده، الهايت ممكن اقلله شويه، الديسبليس ارفعه شويه، خليه 200، والسوفتنس اللي حبه كده حلو قوي 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 قوي. لو رحت لللايت هايت او اللايتس نفسه وحبيت اقلل اللمعان حبه، اقلل لمعانها شويه مش عايزها تبقى بتلمع قوي، ممكن كمان اروح للشيدنج ودي حلوه قوي في موضوع الخامات، ارفع الديفيوز عشان تبقى تعرفين الديفيوز والامبيانت. الفرق بين الديفيوز والامبيانت ان الامبيانت بيخلي البيئه لونها بيغلب على لون الجسم نفسه، لكن الديفيوز عكسه يخلي الجسم نفسه لونه بيغلب على لون البيئه، وده اللي انا عايزه. ممكن الروفنس ارفعه شويه لو انا عايز اعمل شويه تشوهات كده شكلها حلو. سبيكولر مش محتاجه، هي الدنيا كده كده شويه وهتنور فمش محتاجه سبيكولر. اقفل الووتر بيز الاقيها عندي بالشكل ده كده. نلون ازاي؟ لو رحت للووتر بيز ممكن احط ترايتون، تحط سي سي تونر، تحط اللي انت عايزه. انا هشتغل بالتراي بالترايتون ده بقى هنقعد نجرب فيه لبكره. لو انا خدت الترايتون وتعالوا الاول الابيض شغال في الحتت دي حلو، ده شغال في الحتت او في اكتر الحتت يعني، الاسود شغال في حتت قليله قوي. طب ما تيجوا نعكس، انا عايز الحتت القليله دي تبقى هي السبيكولرز او اللمعانات نفسها مش كده برضو؟ تعالوا نخلي دي تاخد لون ابيض و تعالوا نخلي الميه تاخد اللون ده. لو انا خليت الميه تاخد اللون ده كده حلو،
فاضل بقى اللون الابيض ده. اللون الابيض ده متهيألي لو انا خليته ياخد نفس الدرجة ورحت له كده وفتحت اللون ده شوية، اعتقد كده خدت الافكت اللي انا عايزه. لو انا خليت دي حتى ابيض ابيض، فانا كده خدت نفس الافكت اللي انتوا شفتوا. تمام. طب ما تيجي نعمل رندر كده ونشوف. شوف بقى الرندر. ادي الرندر زي ما انتم شايفين. طبعا تقدر لو غيرت في السكيل بتاع الفراكتال نويز بالمناسبه القصه دي هتتغير. لو قفلنا برضو نفس الموضوع، رحنا فتحنا الووتر ديتيلز، طبعا اقفل بس دي، وجينا على الووتر ديتيلز، رحنا الفراكتال نويز، ومثلا خلينا الكومبلكستي 4. بصوا اللي هيحصل هنا. تمام. ومثلا برضو رحنا على ترانسفورم، رحنا على السكيل، خلينا دي 70، خدتوا بالكم؟ خلي دي 50. تمام. لو انا خليت دي 70 ماشي يا جماعه. فالفكره مش فكره قيم، انت جرب اعمل اللي انت عايزه براحتك. خلي دي 50 مثلا كده، انا خدت ديتيلز اكتر، نخلي دي 80 كده، اعتقد شكلها احلى. طبعا حسب التيست، حسب الذوق، زي ما انت عايز. طبعا تقدر تغير في كل القصص دي. تمام. هتلاقي الله حلو، بس دي بقى تقل. جميله جدا. مفيش طيب، مفيش كلام تاني بقى. حتى النويز تايب سبلاين بيزك، غير اعمل اللي انت عايزه. طيب لو قفلنا بقى الباشا ده وفتحنا دي تاني زي ما كانت، كده خلصنا من الموال بتاع الووتر. اللي هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو ازاي ان انا اعمل البارتكلز اللي انتوا شفتوها من شويه. البارتكلز اللي احنا شفناها من شويه سهل قوي ان هي تتعمل. ممكن تتعمل بال سي سي بارتكل وورلد، وممكن انها تتعمل بالبارتكلر. انا الاول نجرب نعملها بالبارتكلر. روحنا لاير نيو سوليد وسمينا دي بي، يعني بارتكلز فلاورز، وعملنا اوكي. تعالوا هنا ناخد بارتكيولر. بارتيكولر طبعا بارتيكولر هو عباره عن نظام بارتيكلز. بالمناسبه انا عايز اخف الكواليتي بتاعه الووتر بيز دي اللي هي اللاير دي. بدل ما اروح هنا انا بس هضغط على دي كده، تمام، بحيث ان انا اخف الكواليتي بتاعتها شويه، فالدنيا تبقى اسرع في الرندر شويه. ده بيفيد قوي لما احب ان انا اخف كواليتي لاير، لكن بسيب بقيه السين زي ما هي عشان اقدر اتابعها زي ما هي. طبعا الفلاورز دي محتاج ان انا اعمل او اجيب الفلاور. لو ضغطت دبل كليك في عندي ملفات الستريتور، انا كنت مقطعها بصراحه من مكتبه جاهزه عندي ارفعها لكم مع البروجكت. في فلاور واحد وفي فلاور اثنين وفي ليفز، يعني كنت عامل كام حاجه كده. هاخد الثلاثه دول هعمل فولدر واسميه اي اي بحيث احط فيه ملفات الستريتور، واعمل فولدر ثاني بالمره واسميه بي اس دي بحيث ان انا احط فيه ملفات الفوتوشوب، واعمل فولدر تاني واسميه كومبس واحط فيه البري كومبس، يعني هاخد الكومب دي ودي 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 واخدها هنا واسيب المين كومب بره بالشكل ده. طبعا بالتايب ممكن اسميه. هاخد ملف الاي اي، طبعا ده ملف ورده وده الثانيه وده الثالثه، تمام، حاجه بالشكل ده كده. انا عايز الفلاورز دي تبقى هي البارتكلز دي، عايز الفلاورز تبقى هي البارتكلز. طب ازاي؟ تعالوا نروح نعمل كومبوزيشن صغنونه قوي، وليكن هخليها مثلا
200 في 200 200 في 200 وهنسمي دي flowers flowers 1 2 حلو هاخد دي ودي ودي واحطها هنا هي البتاعة دي بتاع 30 ثانية انا مش عايز الموضوع 30 ثانية ده دي كومب هعملها ككاستم بارت كده هروح للكومب سيتنجز واخلي الزمن بتاعها بدل ما هو 900 فريم طبعا دي 30 ثانية هخليها 30 فريم 30 فريم ليه ممكن اخليها كمان خليها 30 فريم هضغط هسلكت دول كلهم كده واعمل كنترول الت اف بحيث اخليهم في نفس حجم الكومب بس طبعا هم البيكسل اسبيكت ريشيو بتاعتهم مش مظبوطه خير مش مشكله طيب الليف دي هسيبها زي ما هي برضه عايز كل واحد من دول يفضل لمده 10 ثواني ليه عشان ابدل بينهم تمام اذا انا هروح عند تايم كود واقول له 10 فريمات اسف مش 10 ثواني واعمل الت اند براكت الاند براكت اللي هو حرف الدال الت مع حرف الدال يعمل كت تمام وهمشي كده في فريم زياده هقطعه كده بايدي بعد كده اجي على اللي تحته الت مع البيجن براكت اللي هو حرف الجيم اعمل كت وبرده امشي 20 تمام واجي هنا اعمل الت اند براكت واقطع بايدي برضو اجي هنا الت بجيم براكت واروح لحد الاخر خلاص ما عادش فيه الا الاخر بس طبعا كالعاده هقطع بايدي كده كده ضمنت ان انا عندي 30 فريم بالتمام والكمال تمام كده دي واحد بالتاني بالتالت تمام هاجي على الفلاور دي هاجي على كل دول واقلبهم 3 دي ليه هعمل كل واحده بتقلب بتتحرك هاجي على الفلاور واضغط ار بحط كي فريم لكله براحتك بقى امشي مثلا كده شويه تمام وخليها مثلا كده تمام كده كده انا حطيت الاورينتيشن كمان ماشي مش مشكله رجع الاورينتيشن بريست يبقى احنا كده عملنا الكيفري اللي بعده ممكن حتى كمان ناخد الكيفريم ده كده يعني مش عايز ازود في الحركه قوي تمام واجي هنا كده برضو بالظبط ونعمل اي حاجه يعني الموضوع بيبقى كله راندوم في راندوم تمام هشيل دول مش عايزهم نفس دول كنترول سي تمام هروح ل ار تمام بس طبعا ابقى واقف هنا بقى وعلى ده وكنترول في تمام نفس الحكايه برضو نفس القصه كنترول في نفس الموضوع تمام انا كده حركت الفلاورز هاخد بقى الفلاورز دي احطها هنا انا مش محتاجها انا مش عايزها كل اللي انا عايزه ان انا هروح للبارتكلز وتعالوا كده بس اوريكم هي هتبقى شكلها ايه واروح للاميتر بدل ما اقول له الاميتر تايب بوينت هقول له لايت بس مش دلوقتي هروح للبارتكلز نفسها واروح لبدل البارتكل تايب ما هو سفير هقول له سبرايت وفي سبرايت في تكتشر لازم اقول له فين التكتشر بتاعي طبعا عندي مين الفلاورز تمام مش موجوده صح عارفين ليه لان انت هنا واقف عند الفريم 86 اساسا فلاورز دي كلها على بعضها 30 فريم طب ايه اللي يحكم لي الموضوع ده؟ حتة التايم سامبلينج معمولة كارنت تايم، معنى كارنت تايم هياخد الوقت بتاع الكاستم بارتيكل ويحطه كوقت للبارتيكل، طبعا مش ده اللي انا عايزه. كل اللي انا عايزه هقول له خد لي مثلا اقول له
ممكن اقول له راندوم لوب، ممكن اقول له سبليت كليب لوب، معناها انه هياخد لي كل فريم او كل كام فريم انا عاملهم ويحطهم لي راندوم، وده اللي انا عايزه. ممكن اقول له ستريتش، ممكن اقول له لوب، انا هقول له لوب. هنا نمبر اوف كليبس، انا عندي 3 كليبات. خلاص طبعا هضطر ان انا اروح للبارتكل سايز واكبر البارتكل سايز بالشكل ده كده بالمنظر ده كده، زي ما انتم شايفين بقت بتطلع وبتتحرك بالشكل ده كده. وطبعا كل الكلام ده راندوم. حلو قوي. طبعا ممكن اقول له راندوم سايز لو انا عايز اعمل راندومايزيشن في السايز، وده مستحب وكويس. ممكن اخلي السايز عباره عن 20. عندي بعد كده ممكن اقول له اللايف بير سكند، ممكن اخليها مثلا 2 بحيث ما يبقوش كتير قوي. طب انا عايز دلوقتي البارتكلز ما تطلعش كده، انا عايزها تمشي، عايزها تمشي من هنا لهنا او تيجي من ورا الجبل لقدام. طبعا عشان اعمل الحركه دي هقوم جاي رايح للاير نيو لايت، واقول له بدل اللايت ما هو سبوت اخليه بوينت لايت، وهسمي اللايت ده امتر. لازم تسميه امتر عشان البارتيكولر. طبعا الكلام ده كان في بارتيكولر 1.5، لكن في 2 اقدر ان انا اروح من اوبشنز واغير اسم امتر ده لاي اسم انا عايزه واسمي بيه اللايت. بدل الامتر تايب ما هو بوينت، هخلي الامتر لايت عباره عن لايتس. في الحاله دي البارتيكلز هتطلع من مكان اللايت. فاضل ان انا امشي اللايت او اخلي اللايت يمشي على باث، يمشي على باث. عشان اخلي اللايت يمشي على باث ممكن امشيه بايدي، ممكن اعمل طريقه حلوه قوي. لو انا رحت لاير نيو سوليد، ايا كان السوليد ايا كان لونها مش مشكله، كل اللي انا عايزه ان انا ارسم باس على السوليد دي. هعمل اوتو او روتو بزيير بحيث ان انا لو عملت تمام كده 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 يبقى في باس سموث. هخلي دي 3 دي ار، واعمل روتيشن على واي او اورينتيشن على واي بالباص اللي انا عايزه او بالشكل اللي انا عايزه بالمنظر ده كده. لو انا رحت ضغطت ام خدت الماسك ده كنترول سي او الماسك باث، الماسك باث نفسها كنترول سي، رحت على اللايت ضغطت بي وعلى البوزيشن كنترول في، بالمنظر ده اللايت اتحرك بالشكل ده كده. طبعا كل الحكايه ان انا عايز اعمل ريفرس للكي فريمز كده، نسلكت الاثنين رايت كليك وهقول له كي فريم اسيستنس، وهقول له تايم ريفرس كي فريم، وريح دماغي من القصه. يبقى انا كده عملت الموضوع بالشكل بالمنظر ده كده. السوليد دي انت عايزها في حاجه؟ ما انتش عايزها في حاجه، انت كل اللي انت عايزه انك انت كنت تاخد الباص بتاع الماسك منها. طيب لو انت خدت بالك اللايت مش طالع من المكان اللي انا عايزه، انا عايزه يطلع من هنا ويجي عندنا. عشان نعمل الموضوع ده هروح للاير نيو سوليد، لا اسف مش سوليد، هروح للاير نيو، كانت ممكن سوليد على فكره، نال اوبجكت، واخلي النال ده 3 دي. انا هخلي النال ده يلف اللايت، هخلي النال ده يلف اللايت. طبعا اللايت ما ينفعش تعمل له روتيت. هاخد الاميتر اربطه بالنال وهسمي ده لايت روتيتور، لايت روتيتور. كل اللي عليا اعمله هروح للار واجي حوالين الواي واعمل كده اهو بالشكل ده. اصبح اللايت جاي من مكان ما انا عايز ورايح للمكان اللي انا عايزه. طبعا كل الحكايه ان انا هروح للباص بتاع اللايت نفسه واسحب الباص بالشكل ده. طبعا انا ضاغط، خلوا بالكم انا ضاغط شيفت، ضاغط شيفت علشان اسحب بالتناسق، اسحب بالتناسق ما يبقاش فيه تفاوت. تمام بالشكل ده كده، تمام بالمنظر ده كده، جميل. لو رحت بقى للفلاورز وتعالوا نلعب فيها شويه، لو انا خليت
اللايف بير سكند بدل ما هي 2 خليتها 2.2، ما اثرتش في حاجه، خليتها 2.5، 2.5 برضو ما اثرتش يعني، هخليها 3. طب انا ممكن ازود عن كده، اخليها بتاع 10، اخليها بتاع 10 ثواني، و ازود البارتكلز اخليها 150، تمام بمنظر. بس في حاجه، المده هتطول جدا في 10 ثواني دي، انا هرجعها تاني زي ما كانت، هرجعها 2 عشان تنتهي من هنا. في برضو حاجة تانية، لو انا رحت للفيلوسيتي قللت الفيلوسيتي شوية، يعني مش عايزها برانتيل حاجة زي كده، لو قلت له الفيلوسيتي فروم موشن علشان يعني اخليها تاخد نفس الباص شوية كده، ممكن اقول له راندوم فيلوسيتي اخليها زيرو، ديستريبيوشن زيرو، ممكن اقول له الدايركشن يونيفورم ماشي مفيش مشكله، لو قلت له دايركشنال هيبقى ماشي تبع اتجاه اللايت كده. انا رسمت بالظبط الباث اللي انا عايزه، جميل جميل جدا بالمنظر ده كده. فاضل كام حاجه بقى ايه حلوين قوي. اولا عدد البارتكلز انا عايزه يبقى ازيد من كده، تمام، العدد نفسه انا عايزه يبقى ازيد من كده. غير كده كمان انا عايز يبقى فيه راندوم في السايز، عايز السايز وليكن مثلا 25 اكتر 40، تمام، عايز يبقى فيه راندومايزيشن في السايز نفسه، نفس الموضوع في الاوباستي، عايز راندوم في الاوباستي بحيث ان انا ادي حاجه زي الشادو، يعني انا مش عايز يبقى الموضوع كله فلات، عايز يبقى فيه شادوز. المالتي بلاي مود او الترانسفير مود لو عملته اد هبوظ الدنيا، خليها نورمال زي ما كانت. ممكن اروح للسايز اوفر لايف، لو انا عايز اعمل الجزء اللي طالع من هنا صغير ممكن ان انا اعمل الكيرف ده، بس في الديث ماشي في الديث، لكن في البيرث انا عايزه يبقى صغار سنه يعني. ايوه كده حلو قوي. تعالوا كده نمشي قدام شويه نشوف ايه الدنيا في الديث عامله ازاي. لا انا عايزه في الديث ما يبقاش فيه مشكله، عايزه زي ما هي. طب ولو حتى هيبقى في حاجه تبقى يا دوب صغيره جدا. ممكن لو انت عايز تعمل راندوم تضغط على ده. نفس الموضوع لو انا خدت الكيرف ده كوبي رحت حطيته في الاوباسيتي اوفر لايف بيست، تمام، اعتقد كده الوضع بقى احسن بكتير قوي قوي قوي، تمام، حلو قوي الموضوع ده. فاضل ان انا ادي راندوم للبارتكلز. لو انا رحت للفيزيكس، فيزيكس ممكن اقول لو الجرافيتي قللتها حبه هرفعهم لفوق كده شويه. ممكن اروح للاير واقول له عندي في ويند على اكس، ممكن ويند على زد لو انا عايز اخليهم جايين من ورا شويه كده. تعالوا كده نشوف الاول يبقى شكلها عامل ازاي. بقى الموضوع حلو جدا وجميل قوي قوي. ممكن عشان الانتظام ده اتلافاه اروح للتربولنس واروح للافكت بوزيشن واعلي الافكت بوزيشن بحيث ان انا ادي راندوم بالمنظر كده. السكيل لو انا صغرته هدي ديتيلز اقل، لو زودته هدي ديتيلز اكتر. مش عايز الانيميشن على فكره ده انيميتابل طبعا، لو انا عملت سولو عشان نشوف شكله، لو عملت زيرو هتشوف شكله عامل ازاي، وبناء على سرعه الانيميشن
هي شفتوا الرجه اللي بتحصل دي، مش دي اللي انا عايزها، مش عايز كده طبعا. هروح للايفولوشن سبيد، اخليها ولتكن 10. لو ضغطت على زيرو ممكن نلاقي الحركه هديت شويه، ان لم تكن او ان لم تكن عايزه تبقى اقل من كده في السكيل كمان يبقى اقل من كده. زي ما انتم شايفين بقت كده ناتشرال وبقت كويسه، مش فيها مشاكل. ممكن حتى اخلي السكيل 5، تمام. الايفولوشن سبيد ممكن اخليها هي كمان 5 بحيث ما يبقاش في حركه زايده. الويند على زد اعتقد ممكن تكون هي عامله بعض الشوشره لو انا عملت زيرو. جميل قوي. طيب حلو قوي قوي. لو انا عايز اعمل كمان زي بارتكلز فرعيه كده، زي بارتكلز نقط حواليها دوتس، ده بقى دور مين؟ الاي او اكس سيستم اللي هو نظام التفرع او الاوكسيلري سيستم بتاع البارتكلز. لو انا في الاميت عملت كونتينوسلي، شفتوا طلع بارتكلز بس زي المين بارتكلز، انا مش عايز كده، عايز اقول له لا يا عم طلعها لي جلو سفيرز بالمنظر ده كده. جلو سفيرز اقدر انا بقى بعد كده اروح لفيلوسيتي، اعلي الفيلوسيتي شويه تمام، بحيث انها تبقى حوالين الازهار تمام بالشكل ده. ممكن الترانسفير مود اعمله اد بحيث انها تنور بالمنظر ده كده. ممكن لو رحت للسايز اعمله ب2، ممكن اعمله ب3 تمام، عشان ما يبقاش بس مبالغ فيه. هوريكم بقى شكله دلوقتي لما نشيل الان سولو. ممكن بعد كده اروح للفيزكس واقول له ممكن برضو افكت او تيربولنس بوزيشن، بحيث ان انا اغير في البوزيشن بتاعه. ممكن لو انا رحت على روتيت سبيد، لو انا عايز اعمل روتيت بس مش هتبان لان هي اصلا كده كده دايره. ممكن اقول له اوباسيتي اوفر لايف، ممكن اخد الراندوم ده بقى، ده اللي حلو. الراندوم ده هيديني راندومايزيشن جميله جدا جدا جدا. كلر فروم مين، عشان ياخد الكلر بتاعه من المين. لو انا قلت له 100% هياخد نفس الكلرز تمام بتاعه الازهار، لكن لان بلند مود اد هتبقى مشكله فانا اخلي دي كده. الفيلوسيتي ممكن اقللها حبه. ممكن عندي ما اعتقدش ان في حاجه تانية هنظبط. لو الراندومنس ما فيش فيها كلام، ممكن اقول له راندومنس او الراندوم في اللايف، ممكن اقول له راندوم في السايز يبقى حاجه حلوه برضو. ممكن اقول له راندوم في الاوباستي، ده جميل جدا بالشكل ده. لو جينا عملنا سولو تمام، وجينا كبرنا المساحه شويه وجينا عملنا ريندر، نلاقي شكلها تحفه بصراحه. تمام بالشكل ده كده. ممكن طبعا لو انا رحت للبارتكلز او الفلاورز، دي بصوا لو انا عملت يو تمام وشلت كل الكي فريمز، مش هخليها تتحرك، مش هخليها تتحرك تمام. وتعالوا نجرب كده نشوف الشكل احسن ولا لا. اعتقد هيبقى الشكل احسن على فكره. اعتقد الشكل كويس، لكن الراندوم اللي في السايز
مش مخليها كويسه. لو انا جيت عملت زيرو تمام، مش الراندوم اللي في السايز بقى ده، لان البارتيكولر نفسه بيغير الكليب ات وانس، انا هخلي راندوم في السايز زي ما هي، لكن انا هروح لطريقه البلاي باك سبليت كليب لوب، انا هقول له سبليت كليب ستريتش كده بقى، مش هلاقي ازهار تقوم ظاهره، او مش هلاقي ورود تقوم ظاهره من النص بشكل بايخ زي ما حصل المره اللي فاتت. كده الموضوع بقى جميل وسموث، مفيش فيه كلام، حلو قوي كده وجميل جدا جدا جدا. بالمناسبه لو قلت له سامبلنج سب فريمز بيحسب حساباته بدقه رهيبه بصراحه. طيب طبعا ممكن في الريندرنج ممكن اقول له موشن بلر، ممكن اقول له اون، ممكن اقول له اون، ممكن اقول له كمان السب فريم سامبل. لو عملت زيرو طبعا ادى اولا هيدي شكل حلو جدا، هيدي ديبث للموضوع، لكن ما اعتقدش ان احنا هنحتاجه في شغلنا، بس حبيت اوريه لكم كامكانيه ل البارتيكولر. هو يمكن هيظبط شويه مع السب بارتيكلز او الاي او اكس سيستم، لكن هفقد الديتيلز بتاعت والشايني بتاع الورود دي. بعد كده فاضل حاجه واحده فقط، ان انا احط عليها بقى جلو بحيث يبقى الشكل بتاعها ظريف وكويس. هروح لجلو او اقول لكم نكمل في الجزء اللي جاي.